انا راح اعملكم جزء من الاجزاء تبع الحسابات اللي عليها كسر جواهر يكون حساب ساكورا من الفاير باس الاول يا اصدقائي. واخيرا اجى الوقت يا اصدقائي اللي نلاقي فيه حساب ساكورا من الفاير باس الاول عليه كسر جواهر حساب صديقنا ديفل سريانو. كتير سريانو كتير منكم احكيها لك مودي انا علي عمر بيت من الزيرو يا مار وتيم الكلان خليك مكانك خليك. مرحبا اصدقائي كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمر ورجعت لكم فيديو جديد اصدقائي. قبل ما نبلش بهذا الفيديو خلونا نوصل هذا الفيديو لل 150 الف لايك. بعرفكم كفو وقدها وبنقدر نجيب اول 150 الف لايك بس اصدقائي بتمنى بكل اسطوره قاعد بشاهد هذا الفيديو انزل لتحت حط اللايك ويشترك في القناه اذا كان مشترك فعل جرس التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. اصدقائي شو راح يكون الفيديو تبعنا اليوم؟ الفيديو تبعنا اليوم عن جد راح يكون فيديو اسطوري فيديو خرافي اصدقائي بيستحق فعلا ال 150 الف لايك. طيب اصدقائي صار لي زمان وعدكم من 3 شهور انه انا راح اعملكم جزء من الاجزاء تبع الحسابات اللي عليها كسر جواهر يكون حساب ساكورا من الفاير باس الاول يا اصدقائي. واخيرا اجى الوقت يا اصدقائي اللي نلاقي فيه حساب ساكورا من الفاير باس الاول عليه كسر جواهر حساب صديقنا ديفل سريانو. كتير منكم بيعرفوا ديفل سريانو اللي بيعرف بالكلانات وكذا اكيد بيعرفوا دائما بيعمل بنظم بطولات بيدعم بطولات. طبعا سريانو ما بيحتاج انه علي عمر يشحن له جواهر عشان يفتح له حسابه يا شباب. هذا الشخص بيشحن اكثر مني والله عن جد بيشحن اكثر مني. طبعا حسابه عن جد من اقوى الحسابات في السيرفر فعلا. لما اقول لكم من اقوى الحسابات يعني عن جد من اقوى الحسابات. ما راح احكي على الحساب كثير بعد شوي اصدقائي ان شاء الله راح نفتح الحساب وانتم راح تشوفوا الحساب بعينكم. طيب سوريانو اجا كسر 56000 جوهره. ما بعرف شو قصه الحساب. الحساب صار اربع ايام مسكره. ما بعرف ليش اربع ايام مسكر الحساب. ما بعرف ليش الحساب اتسكر وكسر جواهر. ما بعرف اتوقع هو شاحن وعامل استبدال او ما بعرف صراحه شو القصه. ما دخلت بالتفاصيل كثير. على كل حال هو قال لي انه انا راح افتح الحساب بعد يومين. بعد يومين بعطيك تصور فيديو بالحساب وانا بفتح الحساب يعني على حسابي انا بشحن فيه جواهر وانت صور فيديو ونزله على القناه. فقلت له اوكي وعلى اساس اتفقنا على هذا الشيء. وبعدها يا شباب تدخل الاسطوره ابو انس صاحب الكريمينال الاصفر الموزع. والله يا شباب يا اخي والله ابو انس عن جد دائما بيعمل مواقف والله منصدم منه عن جد ما بعرف شو ارد عليه في هذه المواقف. عن جد تحسوه اخ كبير يا شباب في السيرفر. اي مشكله في السيرفر اي شخص بيحتاج شيء والله هذا الشخص ما بيقصر مع حدا يعني والله مش فقط يعني ما بيقصر معي انا كيوتيوبر حتى مع المتابعين يا شباب. تخيلوا انه هذا الشخص اكثر شخص بيوزع اكواد جواهر تبع شوبتو جيم في السيرفر. عن جد اتحداكم تجيبوا شخص بيوزع. يا اخي اي مشكله عندك انت كمتابع كيوتيوبر كذا بصراحه عن جد هذا الشخص فعلا تحسوه اخ كبير في السيرفر بحب يساعد الكل بحب يعني. تخيلوا انه راح يفاجئ قال لي تعال هو راح يفتح الحساب بعد يومين تعال نحن نفاجئه وراح افتح له الحساب على حسابي انا راح اشحن جواهر ونفتح له الحساب وصور على فيديو هيك. فعن جد والله موقفه كثير اسطوري بصراحه. عشان هذا الموقف اللي عمله معي اصدقائي هو عنده قناه على اليوتيوب تحت في صندوق الوصف. عن جد بتمنى كلنا ندعمه عن جد على هذا الموقف الاسطوري اللي عمله اصدقائي. عن جد هذا الشخص فعلا بيستحق الدعم. عشان لما اقول لكم عن جد بيستحق الدعم فعلا بيستحق الدعم. هذا الشخص صدقوني ما راح يقصر مع واحد فيكم. طبعا هو شفته منزل على انستغرام انه الفيديو الجاي على قناته على اليوتيوب راح يوزع 100 كود تبع جواهر 100 كود. فالفيديو الجديد راح ينزل يمكن تبعه اليوم او بكره ما بعرف اليومين راح ينزل هذا الفيديو. على كل حال 100 شخص راح يفوزوا من الفيديو الجديد باكواد جواهر عنده. راح اخلي لكم قناته تحت في الوصف. عن جد هذا الشخص والله مش عشان جواهر ولا عشان اي شيء بس عن جد فعلا اخ كبير يا شباب وعنده مواقف كثير اسطوريه معي وعن جد بيستاهل كل الدعم. وعن جد روحوا ادعموه يا اصدقائي اشتركوا بقناته وفعلوا الجرس انتظروا فيديو جديد وصدقوني هذا الشخص ما راح يقصر معكم ابدا يعني والله شخص عن جد كثير محترم. صعقد طولنا كثير مقدم خلاص على العموم افوت بالموضوع. طيب شباب خلونا نروح ندخل على مكان الجواهر ونبدا نشحن بالجواهر يا اصدقائي. طيب اوكي هون انا راح اشحن تقريبا 15000 جوهره. راح اشحن تبع 5600 راح اشحنها 3 مرات. طبعا كروت الايتونز هاي بعتها ابو انس. فطيب راح نشحن اول شيء هدول بالبطاقات تبع الايتونز تقريبا 17000 جوهره راح نشحنها. ما بعرف كم بيطلعوا جواهر بالضبط. المهم راح نشحنهم يا اصدقائي ونشوف كم باقي الكسر وباقي الكسر هو راح يبعتهم عن طريق الاي دي. اوكي خلونا نشوف يا اصدقائي كم باقي عندنا الان. باقي عندنا 39000 جواهر كسر. فراح نروح لموقع الشحن وابعتهم على الاي دي اصدقائي وانتظرهم ليجوا. يا اخي والله يا شباب بعد 7 ساعات 8 ساعات وصلوني الجواهر. تخيلوا 8 ساعات يعني انا قاعد بصور الفيديو الصبح رجعت اكمل الفيديو في الليل. الله ياخذ ابو شكلك يا موقع يا زباله. يا اخي 7 ساعات وانا يا ريتني شحنتهم ببطاقات. يا اخي والله حرام والله هذا الفيديو كان لازم ينزل اليوم راح ينزل اوكي.
طيب اصدقائي، واخيرا فتح الحساب. على كل حال مثل ما انتم شايفين حبايب قلبي، هي فتحنا الحساب، كل شيء فتح بالحساب يا اصدقائي. وكالعاده بتعرفوا كل ما بنفتح حساب يا اصدقائي لازم نحرق له الحظ. لازم نحرق له شيء من الاحداث يا اصدقائي. وطيب راح نجيب له هذا السكن تبع اتاك اون تايتن الجديد، ما بعرف شو الموقع. اوكي يلا افتح موقع، موقع معلق شوي. اوكي خلونا نرجع نطلع من الموقع. يا اخي ما بعرف الموقع معلق يا شباب، والله ما بعرف شو قصه الموقع. طيب على كل حال في عنا كمان سكن جديد هان مش جايب سكن. طيب خلونا نكمل يا اصدقائي ونجيب هذا السكن مع بعض. بعد ما نجيب هذا السكن راح نرجع نحاول بالموقع اللي قبله كمان، نحاول نجيب له سكن تبع تاكون تايتن الثاني هذاك الضخم. وبعدها يا اصدقائي نستعرض الحساب. عن جد راح يصدمكم الحساب يا اصدقائي، يعني فعلا عن جد سوريانو من اكثر الناس اللي بتشحن باللعبه، يعني حساب فعلا اسطوري، حساب فعلا بتقدروا تقولوا من اقوى الحسابات في سيرفر مينا. يعني عن جد هو من اللاعبين القدماء بيلعب اللعبه الفاير باس الاول، حسابه فعلا عن جد ما شاء الله شيء اسطوري يا شباب. والله يا اخي انا صرت احب الساكورا يا شباب، بدي ساكورا يا شباب. خلونا نعمل حمله ضد جارينا، نقول لهم علي عمر انه نريد الساكورا بحساب علي. امزح امزح يا اخي والله، بس يا شباب حسيت الساكورا صار شيء عن جد فخم. يلا هاي حصلنا على السكن مثل ما انتم شايفين حبايب قلبي. طيب هيك اخذنا كمان ناخذ البكجات اللي هون موجوده، البطاقات، وهيك بنكون حرقنا ابو الحاضنه لسوريانو. سوريانو حرقنا لك ابو الحاضنه، والله انا اسف. طيب نرجع نجرب بالموقع يا شباب. الموقع كمان ما راح يا اخي ليش؟ والله يا شباب دائما بتصير معي يا اخي، انا ما بعرف حظني نحس ولا ما في غلط من اللعبه. دائما لما بدخل اصور يا شباب لازم الموقع اللي انا داخل هيك اصور عليه ما يشتغل، سبحان الله يا اخي مش عارف. طيب خلونا نستعرض اصدقائي الحساب الان. اول شيء خلونا ندخل لعند سكنات الاسلحه المطوره. اوه ماي جاد يا اصدقائي، اي كي الاي كي الازرق ماكس، والله ليفل ماكس يا اصدقائي مثل ما انتم شايفين. الاي كي الازرق سكار القرش ماكس يا اصدقائي مثل ما انتم شايفين ماكس. ام بي 40 الكوبرا كمان ماكس. يا اخي بتيجي بتقول لي هذا ما بيشحن اكثر من علي عمر. يا اخي انا الحمد لله جوار اجوا من شركه جارينا، لو ما اجوا من شركه جارينا كان يمكن لا كان طورتهم صراحه، كان طورتهم. ولكن يعني المهم يا شباب، فعن جد يعني والله شيء فعلا اسطوري. تخيل شوفوا اول شيء لسه ما دخلنا على ولا شيء، فقط الاي كي سكار ام بي 40 لقيناهم ماكس. يعني الله يستر الله يستر مش جاي، الله يستر مش جاي. خلونا ندخل على سكنات الاسلحه ونشوف يا اصدقائي. اوكي عندنا هون سكن تبع الاكس، هذه سكن تبع الانفور تبع نزل الحاضنه، وسكنات الانفور شبه كلها موجوده بهذا الحساب يا اصدقائي مثل ما انتم شايفين. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. اوكي سكنات الاي كي، كل السكنات الاسطوريه تبع الاي كي موجوده. سكنات الام 14 كمان موجوده مثل ما انتم شايفين حبايب قلبي. سكن القرش ماكس مثل سكار التيتان، سكار التيتان يا اصدقائي. والله من كثر ما في ناس من المتابعين بيقولوا سكار التيتان صرت اقول تيتان 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 شباب. طيب هون سكنات الاس كي اس مثل ما انتم شايفين حبايب قلبي، اغلب السكنات الاسطوريه، اقوى السكنات الاسطوريه موجوده بحساب سوريانو. والله عن جد شيء غريب يا شباب، والله عن جد شيء فعلا اسطوري. الحساب فعلا لما اقول لكم من اقوى الحسابات في السيرفر، فعن جد من اقوى الحسابات في السيرفر. اوكي طبعا الحساب اذا راح نحسبها بنقول مثل حساب علي عمر، بس الفرق انه هو يعني عنده الساكورا وعنده الفاير باصات الاولى. لو كان انا عندي ساكورا وفاير باصات الاولى كان حسابي اقوى. بس عن جد هذا الحساب فعلا ما بقول اقوى حساب بالسيرفر، ولكن فعلا يعني بيتقيم من اقوى، يمكن من اقوى 50 حساب في السيرفر. طيب سكن هذا ما بعرف، انا ما عندي اياه، ما بعرف انه ما بعرف اذا عندي اياه او لا بصراحه، من كثر السكنات اللي عندي بضيع. طيب في عندنا هذا السكن كمان يا اصدقائي تبع السلاح الجديد، سكن هذا الون طب. طيب في عندنا هذا السكن اليوم بي كمان يا اصدقائي، سكنات اليوم بي كلها موجوده، سكنات الام بي 5 كمان، كل الفي اس اس شو ما تحب، السكن الكومبرا. شوفوا 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 سكنات الام بي 40، بس ركزوا معي سكنات يا اخي. هذا سوريانو طلع حارق حاضنات، يعني انا مفكر حالي ملك حرق الحاضنات في السيرفر، طلع سوريانو بحرق حاضنات كمان. طيب سكنات الحاضنات سكنات كلها موجودة عن جد. الحساب ما شاء الله يا شباب، ما شاء الله ما شاء الله عن جد. الحساب حاليا من ناحية سكنات الأسلحة شيء فعلا رهيب، شيء فعلا أسطوري يا أصدقائي. طيب بعد شوي رح ننصدم، رح ندخل نشوف إذا في كريمينال بالحساب أو لا، نشوف شو هي الفاير باصات القديمة، أكيد كل الفاير باصات موجودة بالحساب، نشوف شو هي الأشياء النادرة اللي موجودة بالحساب، كل شيء رح نشوفه بعد شوي مع بعض. طبعا سكنات الشوتجن الأسطورية كلها موجودة بالحساب، كل شيء موجود بالحساب، بس في سكن الشوتجن مش موجود، أتوقع الثلجي ما عنده إياه. سكن الأوم يا أصدقائي سكنات الأوم موجودة كلها مثل ما أنتم شايفين، كل السكنات الأسطورية شو ما بدك سكن أسطوري نزل في اللعبة بتلاقيه موجود بحساب سوريانو. طيب هاي سكنات المسدسات مثل ما أنتم شايفين حبايبي، خلونا نشوفها على السريع. ما بهتم لسكنات المسدسات كثير أنا بصراحة، لأنه أغلبها بتكون من غير خاصية، يعني بكون نازلين من فاير باس من غير خاصية. سكن القلاية يا أصدقائي، سكن السيوف عندنا هون كمان، أوه سكن العصاية الأسطوري عن جد شيء فعلا رهيب يا أصدقائي. هذا سكن الفاير باس الثالث تقريبا صح، الثالث. والله يا أخي والله حرام، أنا كنت بلعب اللعبة من الفاير باس الثالث، واصحابي وجوه الجولد يا شباب ما قالوا لي روح اشحن فاير باص، كنت اشحن جوار واشتري قناع الجمجمه واشتري اشياء ثانيه، وما في واحد فيهم وكانوا يشحنوا فاير باصات،
وما واحد فيهم قال لي روح على عمر شحال فاير باس. طيب شوفوا 5 ماجيك كيوب موجوده بالحساب، او ماي جاد يا ما شاء الله يا ما شاء الله. البطاقات كمان شوفوا كل حاضنه بيحرقها يا شباب، بيخلي منها بطاقه. طيب في عندنا اوه كم سكان، شوفوا كم سكن مش مفتوح. سكنات الفاير باسات اتوقع اغلبها سكنات الفاير باسات والله مش فتحها. شو رايكم نفتح له شو رايكم يا شباب نفتح له سكنات ونخرب له ابو الحساب؟ هذول صار له ما بعرف كم 10 شهور بجمع فيهم. هذول سكنات الفاير باسات ما بعرف كم فاير باس، يعني خلينا نقول اذا 7 فاير باسات من المعلومات وصار له 7 شهور بجمع فيهم سكنات الفاير باس وسكنات بجد. لا لا ما راح افتح شيء عن جد لانه حرام، يعني هو اعطيني الحساب الحساب امانه وانا ما اخذت اذنه انه انا افتح هيك شغلات. فلا شباب ما راح نفتح. شوفوا سكنات الفاير باس الثاني، الفاير باس الرابع لا الخامس، هذا اصدقائي تبع القراصنه. هذا اول فاير باس انا شحنته الساكورا. او ماي جاد يا شباب شوفوا اول ما دخلت على شخصيه كريستيانو لقيت الساكورا في وجهي. طيب هذا السكن اللي جبناه قبل شوي جديد، سكن الكوبرا اصدقائي اللي بتلون كمان اللي نزل جديد موجود بالحساب. هذا السكن تبع الفاير باس الخامس موجود بالحساب، سكن الفاير باس السابع موجود بالحساب، سكن الساموراي اللي كان بالماجيك كيوب بالدايموند ريال موجود بالحساب. كل الفاير باسات اتوقع الفاير باسات كلها موجوده بالحساب عن جد. او ماي جاد شوف عندنا كان في عندنا سكن راكناروك عن جد. هذا السكن يا شباب صار فعلا من اندر السكنات باللعبه، سكن راكناروك تخيلوا يعني بوقتها عن جد لما نزل في ناس كثير ما عجبها السكن. انا اكثر شيء بيعجبني بسكن التلتيمه تبعه بصراحه، التلتيمه الحمراء هاي اللي بتيجي مع العيون شيء فعلا رهيب، هذا اكثر شيء بيعجبني بسكن عن جد وصار من اندر السكنات. سكن السجين يا اصدقائي مثل ما انتم شايفين كل السكنات الاسطوريه كل الاشياء الخرافيه موجوده بهذا الحساب حبايب قلبي. هذا هو الساكورا، شوفوا هذا هو القناع، هذا هو القناع اللي مش موجود في حساب علي عمر. ليش هذا القناع مش موجود في حساب علي عمر؟ مش عارف. طيب وهذا الفاير باص الثالث اللي كنت العب اللعبه لما كان هذا موجود وما شحنته الجوكر يا اصدقائي. الجوكر يا اخي خبيط والله خبيط الجوكر. السكن اللص مثل ما انتم شايفين، اوكي السكنات النادره كلها الاشياء فعلا اسطوريه فعلا كلها موجوده بالحساب، يعني مثل ما حكيت لكم ما كذبت لما قلت لكم من اقوى الحسابات في السيرفر. في عندنا اوه راس الغزاله، شوفوا والله راس الغزاله راس الغزالة شباب للي ما بيعرف عن جد، لانه في كتير ناس بيسالوني علي عمر وين نزل راس الغزالة، وفي ناس لما نزلت راس الغزالة ما كانوا يعرفوا فري فاير، ما كانوا يلعبوا فري فاير. طبعا راح احكي لكم في الكريسماس يا اصدقائي سنة 2018، يعني قبل سنتين من الان في عيد راس السنة في الاحداث تبع راس السنة نزل راس الغزالة ونزلت الدقن هذيك الدقن البيضاء. فكان في توكن هيك مثل الحلوى بتجمعهم، لازم تجمع تقريبا 150 توكن، وال 150 توكن انت بتختار بتقدر تجيب 250 توكن كان الدقن و 150 توكن قناع الغزالة. المهم كان لازم تجمع توكن كثير بوقتها، فبوقتها يعني في لاعبين شوي جابوا الدقن وفي اغلب اللاعبين ما اهتموا للحلوى حدث، يعني لا جابوا الدخن ولا جابوا راس الغزاله ولا جابوا اي شيء. فعن جد وراس الغزاله صار، انا بصراحه شخصيا ما جبت راس الغزاله من هذاك الحدث، لانه بجد يعني بوقتها لما كنت العب اللعبه ما كنت كمان اهتم للاحداث، ما كنت اعرف انه انا راح العب اللعبه هاي المده كلها، ما كنت اعرف انه راح اصير يوتيوبر، ما كنت اعرف انه هذا الشيء راح يصير نادر، فما كنت اهتم، كنت العب وخلاص يعني. مع اني كنت شايف الحدث قدامي وبتذكر كنت مجمع توكن كمان، يعني كنت اجمعهم بالصدفه لما العب هيك يتجمعوا معي. ولكن يعني ما جبت الحدث فطلبته من الشركه، ما في كريمينال طلب الحساب يا اصدقائي للاسف، يعني حرام حساب اسطوري مثل هذا ما يكون فيه كريمينال، ولكن عن جد الحساب فيه اشياء فعلا رهيبه اصدقائي. يكفي انه فيه كل الفاير باسات، هذا الشيء فقط يكفي انه فيه جميع الفاير باسات يا اصدقائي، عن جد هذا الشيء لحاله بيكفي مثل ما انتم شايفين حبايب قلبي كل شيء. الحساب ما شاء الله شو ما بتتمنى بتلاقي هاي الرسائل، ما بعرف هون طبعا انه فتحنا الحساب دايموند كاتبين ما بعرف شو. طيب خلونا نشوف شو في شخصيات بالحساب، اتوقع الشخصيات كلها راح تكون موجوده هذا شيء طبيعي، كل الشخصيات موجوده واتوقع كلها ليفل ماكس مثل ما انتم شايفين حبايب قلبي. في عندنا في عندنا كابيلا وسكايلر فقط، سكايلر ما في شخص عنده في السيرفر، كابيلا هو مش جايبها. باقي وعن جد والله حساب فعلا رهيب صراحه، حساب يستحق انه يكون من اقوى الحسابات في السيرفر. طيب اصدقائي هذا هو كان حساب صديقنا سوريانو، وهيك فتحنا له الحساب طبعا، وشكرا لابو انس عن جد يعني عملوا هم اصحاب، هو اصحاب هو وابو انس وسوريانو هم اصحاب يعني، فهو عمل له هذا الشيء مفاجاه انه بدل ما يستنى يومين عشان يفتح الحساب فقال لا علي عمر تعال ناخذ حسابه ونفتح له الحساب اليوم. فعن جد شكرا لابو انس وشكرا لسريانو لانهم اثنين. فسو شباب مثل ما انتم شايفين هيك فتحنا الحساب من 55000 جوهره كسر يا اصدقائي، من 55000 جوهره ناقص ل 2000 جوهره زايد حبايب قلبي. طيب وهيك فتحنا الحساب الساكورا، وهيك وفيت لكم بوعدي وجبت لكم حساب ساكورا مثل ما وعدتكم حبايب قلبي. فهذا هو كان حساب الساكورا، وهذا هو كان احد السلسلات اللي وعدتكم راح تكون ساكورا، وهذا هو كان الفيديو تبعنا لليوم. فبتمنى عن جد هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، بتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا لايك وتشتركوا
اشتركوا بالقناة إذا كنتم مشتركين، فعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم بكل فيديو جديد عن فري فاير. ومثل ما حكيت لكم أصدقائي رابط قناة صديقنا وحبيبنا أبو أنس، عن جد بتمنى ما تنسوا تنزلوا تشتركوا في قناته وتفعلوا جرس، تنتظروا الفيديو الأسطوري اللي راح ينزله وراح يعلن فيه عن المسابقة على 100 كود يا أصدقائي، وأتمنى أنكم تكونوا من الفائزين. سو أصدقائي رابط قناة أبو أنس تحت في صندوق الوصف description box. لايك مكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو حبايب قلبي، فكان معكم علي عمر وأشوفكم إن شاء الله بكرة وبعد بكرة بمقطع جديد، ومع السلامة.